اسمها فاطمة. مات أبوها قبل سنوات، وكانت تعيش مع أمها الفقيرة وأمها تعمل الخياطة، لكنها كانت مريضة دائما ولا تقوي على الهلكة. ذات يوم كانت فاطمة في طريق إلى المدرسة حين رأت كومة للتفاح الأحمر الذين معروضة في متجر لبيع الخضروات. قالت فاطمة بحسرة: كم هو جميل، ما لدي هذا التفاح الأحمر، ليتني أحصل تفاحة واحدة. وصلت فاطمة إلى مدرسة، كان فكرها مشغولة في أمها المريضة والتفاح الأحمر. فجأة شاهدت محفظة النقود تسقط من جيب وزنها يمشي أمامها. ركضت بسرعة وأخذت محفظة التي كانت مليئة بالنقود. أسرعت وقعت مع جيب وزن قائلة: أيها السيدة، لقد سقطت منك محفظة نقودك. شكرها وزن بكل لطف وأخذ محفظة فرأى ثيابها البالية وسأل وزر عن أسرتها، فعلم وزر أنها الفقيرة، فقال لها: لماذا تحتفظ بالمحفظة لنفسك؟ قالت فاطمة: لأنني لا أريد أن أقود سارقة، مع ذلك أنني فقط في عمالي كي تشتري تفاح الأحمر لأمي المريضة. ابتسم الرجل فقال وهو يمد لها بعشرة دنانير: أنت دارسة طيبة وأمينة، وأرجو أن تقبليني هذا المبلغ كي تشتري تفاح الأحمر لأمي المريضة. أخذت فاطمة النقود واشكرت ثم أسرعت إلى المنزل الذي رأت التفاح الأحمر، وكانت تعذر تلاعب لها، وقدم لها أفضل التفاحة الموجودة في المنزل، فقال لها: هذه هدية لك أيتها الدارسة الأمينة. أخذت فاطمة التفاحة وشكرت ثم أسرعت إلى البيت لتخبر أمها بالقاتلة العجيبة مع الرجلين. قبلت لمنتها فقال لها: هذا تزاول أمانتك صديقك يا حبيبتي. يا أهل الأحبة، ما العبرة من هذه القصة؟ العبرة من هذه القصة الصدق والأمانة لا تأتي الخياطين بخيرات كثيرة. شكرا لكم.